سيد لقيته جاي وطالع بقى فوقيه يقول لي يا جدع انت تبطل، قال لي يا جدع احنا نبطل وانت ما تبطلش. انا فاكر والله اساله يعني، قال لي الكلام دوت وكده، بس انا كنت احنا كلنا فوجئنا، انا شخصيا فوجئت برضو بان انت بطلت، وما حدش يعرف على فكره السبب الرئيسي في، على فكره انا سايب الموضوع عايم اساسا. ايه السبب الرئيسي؟ اه يعني كنت انا عارف بس طبعا ما ينفعش. استنى بس انت ترجع. انا السبب، انا سبب ان انا بطلت كوره عايم، اللي هو الاسباب اللي انا زهقت، انا لعبت من ام فلان وعلان وزملت فلان ومش عايز، وعملت كل حاجه قدام جمهور النادي الاهلي ينزل، وانا حابب ان انا اطلع من الملعب واقف على رجلي، واقف على رجلي كلام بدل ما حد يقول لي بطل، هتبقى تقيله قوي لو حد من جمهوري قال لي بطل يعني سبتها عايمه. طب ايه السبب الرئيسي؟ لا انا ما اقدرش اقوله لك. ليه؟ ما اقدرش اقوله لك هنا للاسف. فعلا؟ اه لا ما اقدرش، بس لا لا في سبب بعد الحلقه هتقوله لي. في سبب، في سبب معين. اه جمله معينه كان حد مش عايزك تلعب تكمل. لا بالعكس، ده كان حد عايزني العب، بس انا في جمله اتقالت لي هي ما كانش ينفع بعد كل دوت، بعد العشر سنين اللي فاتوا، ان يكون حد بيتكلمني يقول لي الجمله دي. ايه بقى؟ قول لي الجمله. بس لا ما اقدرش الجمله. الجمله ما اقدرش، ما اقدرش، اصل الجمله دي هتدخلني في مهاترات. اه يعني فاهم، هتدخلني في مهاترات. اه وهتدخلني في مهاترات، وهتبتدي الدنيا تتقسم كمان نصين يعني. يا ريت الموضوع هيبقى ماشي. لا ده هتتقسم كمان بقى نصين. واللي هيبقى موجود بقى معايا وبتاع، واللي هيبقى لا طب ما هو ده ما كانش يصح، لا ده كان يصح، لا ده كان ينفع، ده ما كانش ينفع وبتاع كلام. بس هو في الاول وفي الاخر يعني. خلاص 37 سنه وانا كنت 37 سنه ساعتها، خلاص اقعد العب ايه تاني وكلام من ده. بس يعني بالمناسبه دي انا عايز اشكر بني ادم بجد بقى اسلام، قبل ما انسى، البني ادم ده كان اكتر بني ادم في الدنيا متمسك بوجودي جوه النادي الاهلي، وده لازم اقول الكلام دوت عشان فعلا ده ما كنتش بتعامل معاه من منطلق ان ده المدرب بتاعي، ده كان اخويا الكبير الفتره اللي مسك فيها الكابتن محمد يوسف. محمد يوسف، محمد يوسف. آه. محمد يوسف انا فاكر. آه. عمل كل حاجه عشان انا ابقى موجود معاه، وكان بيقعد يتكلم معايا كلام يعني بص يا اسلام، بتوصل لمرحله ما ينفعش حتى مدرب يكلم لعيب يقول له كده. اه يعني بتوصل لمرحله كلام مدرب ما ينفعش يتكلم مع لعيب بالكلام دوت، اللي هو طب اقعد وشوف، طب العب. كان عايزك يعني تلعب السنه اللي بعدها يعني. اه كان عايزني ابقى موجود، يقول لي انا وجودك موجود يعني، وجودك جوه الفرقه معايا، لان عندنا لعيبه صغيره في الفرقه كتير وهيستفادوا منك، وانا نفسي هحتاجك في بعض الفترات. بس فخليك موجود، خليك موجود. فيعني عايز اشكره، وفعلا يعني انا احترمته جدا يعني بالطريقه اللي كان متمسك بيا فيها، ان انا استمر معاه ولو سنه كمان زياده. فدي يعني بس عشان الناس تبقى فاهمه، فان انا بشكره مره واثنين وثلاثه كابتن محمد يوسف. فعلا انا يعني انا سعيد وفرحان، هتفضل اخويا الكبير يعني، هتفضل اخويا الكبير. وكفايه ان هو كان مقدرني التقدير الكبير العظيم اللي هو كان مقدره لي دوت، يعني مقدرني تقدير كبير عظيم، وارد اكون ما لقيتوش مع ناس تاني. ولكن محمد يوسف، لا محمد يوسف كان عايزني، كان عايزني اقعد باي طريقه. ازيك يا سيد؟ ازيك يا سليم؟ انت اتمسك بيك محمد يوسف؟ انت كنت انا كنت حاضر المواقف اللي انت بتحكيها كلها يعني. اه